أبو ذر الغفاري في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي، كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش في ذلك النذر اليسير الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آبية منها، وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل إذ هي لم تعطها ما يرضيها. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان تنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي الجديد الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس: فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ فقال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. تزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة، واتجه إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس خيفة من أهلها، فقد تناهت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد، لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد. ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد، فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فقال: هلم إلينا أيها الرجل. ومضى معه وبات ليلته عنده. وفي الصباح قال علي لصاحبه: ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ فقال أبو ذر: إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت. فأعطاه علي ما أراد من ميثاق. فقال أبو ذر: لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقول. فانفجرت أسارير علي رضي الله عنه وقال: والله إنه لرسول الله حقا، فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت. لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلته شوقا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولهفة إلى استماع شيء مما يوحى به إليه. وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومضى أبو ذر وراءه يتبعه ويمشي على إثره حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول: وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك. أقبل الرسول صلوات الله عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. ولنترك الكلام لأبي ذر ليقص علينا بنفسه بقية خبره. قال: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. فقلت: والذي نفسي بيده، لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون، فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما كادت كلماتي تلامس أذان القوم حتى ذعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا: عليكم بهذا الصابئ، وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت. فأدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأكب علي ليحميني منهم،
ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني، ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بي قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. قال أبو ذر: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره وقال: إني قد أسلمت وصدقت أيضا. ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام فقالت: وأسلمت أيضا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في غفار، لا تكلوا عن ذلك ولا تملوا منه، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. وقال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أسلموا، فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلموا سالمها الله. أقام أبو ذر في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة وانقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعيد بخدمته، وظل رسول الله صلوات الله عليه يؤثره ويكرمه، فما لقيه مرة إلا صافحه وتبسم في وجهه. ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لم يطق أبو ذر صبرا على الإقامة في المدينة المنورة بعد أن خلت من سيدها وأكفرت من هدي مجالسه، فرحل إلى بادية الشام وقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما. وفي خلافة عثمان نزل في دمشق، فرأى من إقبال المسلمين على الدنيا وانغماسهم في الطرف ما أذهله ودفعه إلى استنكار ذلك، فاستدعاه عثمان بن عفان إلى المدينة فقدم إليها، لكنه ما لبث أن ضاق برغبة الناس في الدنيا وضاق الناس بشدته عليهم، فأمره عثمان بالانتقال إلى الربزة وهي قرية صغيرة من قرى المدينة، فرحل إليها وأقام فيها بعيدا عن الناس زاهدا بما في أيديهم من عرض الدنيا، مستمسكا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه من إثار الباقية على الفانية. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: لنا بيت هناك، يعني الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. وبعث إليه أمير الشام ب300 دينار وقال له: استعن بها على قضاء حاجتك. فردها إليه وقال: أما وجد أمير الشام عبدا لله أهون عليه مني؟ وفي السنة 32 للهجرة استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. العبرة اللي ممكن ناخدها النهاردة من قصة أبي ذر الغفاري هي الزهد في الدنيا. أبو ذر كان من بداية حياته وهو كان بيستنكر دايما الباطل، فلما اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وعاش معه تطبع بطبعه، فكان سيدنا أبي ذر عرف ان الدنيا والطرف بيوصل الى المعاصي وبعد كده ممكن يوصل للحرمان من متع الآخرة، ودي كانت الفكرة اللي عنده، والفكرة ده صح لأن ربنا هو اللي قال كده: مرنا مترفيها ففسقوا فيها. المترف مش هو الإنسان الغني، لا، المترف هو المشغول بمتاع الدنيا مش اللي عنده متاع الدنيا.
وجود المال وجود الاولاد مش شرط للانشغال عن الاخره، مش لازم يعني، بس ممكن يحصل وبنسبه كبيره بتحصل. سيدنا ابو ذر خد بالاورع وبعد عنه السلطه وبعد عنه الطرف نهائي، لانه عارف ممكن يكون ده سبب انه يتحرم من متاع الاخره. الزهد مش في ان ترفض رزق ربنا ليك، لا، الزهد في هو عدم التمسك بمتاع الدنيا وعدم العوز ليها وعدم الرغبة فيها الشديد. إنما هي إن جات لك بعد سعي فهو رزق الله وده فضل الله، خده. الزهد مش أن أترك وظيفتي وأجيب شوية سبح وأقفهم قدام مسجد، مش ده الزهد. ومش الزهد هو أن أنا أسيب شغلي وأسيب عيالي وأقعد في المسجد وأقعد أصلي وأقول له بس أنا زاهد، لا. إنما سيدنا أبو ذر هو كل الحكاية رفض المتاع اللي كان بيجيله من غير سعي. فالزهد بيبقى عملية قلبية ملهاش علاقة بمعك أو ما معكش. اللهم ارزقنا بالقلب الزاهد وارضي عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.